طيب بعد ما عملنا ملف الـ XML ده عايزين نبدأ نعمل مجموعة من الفانكشنز بتعمل ايه الفانكشنز دي؟ بتشتغل على البيانات دي العمليات الأساسية بتاعتنا العمليات الأساسية بتاعتنا ماشي؟ فأنا هروح سيبنا الفولدر بتاع الـ Data هاجي على الـ Examples احنا كان عندنا آخر Example مثلا 16 أو عامل مثلا Example 17 أو أعمل خليه ده 17 مثلا دي مش محتاج منه أي شيء تمام هو جاي يعمل إيه؟ هو جاي قايل والله أنا عايز مثلا نعمل حاجة بسيطة إن إحنا نعرض بيانات اللي موجودة عندنا جوه ملف الـ XML تمام جوه ملف الـ XML اولا في لايبراري اساسيه هي اللي بتخلينا نقدر نتعامل مع ملف الاكس ام ال تمام موجوده اساسيه مش محتاجين نجيبها من حته هي موجوده يعني لو احنا عملنا امبورت تمام بتبقى جايه من حاجه اسمها اكس ام ال زي ما احنا شايفين كده مولت اكس ام ال موجوده على طول يعني بس بنستدعيها اكس ام ال دوت وهقول له اي 3 الاي 3 اللي هي التري يعني التفصيله اللي احنا بنتكلم عليها دي تري يعني البناء الهيكل اللي هو ده ثم ده ثم ده ثم ده يعني داخل كده ايه ببناء شجري تمام اي تري دوت اتكلم عن حاجه اسمها سي اليمنت تري السي اليمنت تري هو ده اللي هيبدا يشغلنا عن احنا نقدر نتحرك جوه التري دي وننقي منها اللي عايزينه ونشتغل عليها ونضيف وغيره 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 وديها اسم مثلا اسميها XML عشان هنا جوه عشان كلمه XML تبقى انتوا فاهمين ان هي دي اللايبرري اللي احنا هنستخدمها في ان احنا نتعامل مع ملفات الـ XML تمام ان احنا هنستخدمها في ان احنا نتعامل مع ملفات الـ XML هو جاي عامل ايه؟ هعرف ادي حاجه مثلا اسمها فايل تري اللي هي الملف انا عايز اجيب الملف الاول واحطه عندي زي ما كنا بنعمل اوبن وبنفتح الفايل هنا هاجي اقوم عامل ايه؟ اقول له اكس ام ال الاكس ام ال بتاعي اللي هو اللي انا عرفته فوق ده اللي انا عرفته فوق اللي هو الاكس ام ال اللي هو سي اليمنت 3 هقول له انا عايز اعمل بارس وبارس بارس يعني اقرا على الترتيب اقدر اقرا وافهم الكلام اقدر وافهم الكلام دي كلمه بارس فاقول له ايه بارس وهقول له هيقول لي يديني الباث بتاع الفايل فاقول له الباث بتاع الفايل خش على داتا تمام ومن جوه داتا هتلاقي ايه employees.xml ده كده الفايل اللي احنا عايزين نقراه وبالتالي اللايبرري بتاعت الـ XML اخذت بالفعل البيانات اللي جوه الـ XML وحطها لي جوه الفايل تري ده خلاص حطها لي جوه الفايل ايه؟ جوه الفايل تري لازم ابدا امسك الرئيسي ابدا امسك التاج الرئيسي اللي انا هشتغل عليه امسك التاج الرئيسي اللي هشتغل عليه اللي هو مثلا اسميه اللي هو employees اللي هو التاج الرئيسي اللي شايل كل البيانات بتاعه الايه الموظفين فاقول له employees بتساوي هجيبه منين هقول له خش على الفايل تري فالفايل تري كده اللي هو عباره عن الفايل كله على بعضه اللي هو عباره عن التكست ده تما اللي هو قدامنا ده كله تمام ايا كان بقى حجمه فانا بقول له دلوقتي ايه هروح بقى على الفايل ده اللي هو الفايل تري ده وهقول له دوت get root هات لي الجذع الرئيسي او هات لي الحاجه الرئيسيه اللي مشغلاك فلما تيجي تعمل كده هتلاقي ايه التاج الرئيسي اللي مشغلك هو الامبليز ده التاج الرئيسي دلوقتي سيبك من السطر هو ده سطر ديفينيشن مجرد تعريف ان ده فايل اكس ام ال مكتوب على فيرجن 1 ويو تي اف 8 بس ده المين ليه ده التاج المين ليه لان هو اللي ماسك الفايل من اوله لاخره وكل الكونتنت انسايد ذيس تاج تمام وبالتالي انا مسكت الفايل الرئيسي كده بكلمه لما جيت قلت له فايل تري دوت جيت روت فالروت كده امبليز فكده الامبليز شايل التاج اللي اسمه امبليز ده كله زي ما انا معلم كده او شايل الكونتنت ده كله كده شايل كل اللي جواه تمام وبالتالي ابدا بعديها اشتغل على الايه على الحته اللي انا عايزها يعني طيب اول خدمه
انا عايز اقدمها خلاص كده معايا الابليس. اول خدمه انا عايز اقدمها ان انا مثلا اسيرش جوه الفايل، اقرا اسيرش جوه الفايل. تمام؟ طيب هقوم جاي عامل فانكشن، تعريف فانكشن. الفانكشن دي هسميها سيرش مثلا فور امبلوي، بحث عن موظف يعني. طيب هاجي وعامل ايه؟ طبعا مش هبعت لها حاجه، هي فانكشن بتقوم بالعمليه زي على بعضها. وليكن انا عايز اسيرش بي، يا اما بالاي دي يا اما بالايميل، حاجه تكون يونيك يعني، حاجه تكون مميزه. فانا هبحث اسيرش مثلا بالايميل مثلا سي، او باي شيء، بالاسم باي شيء، لكن انا عايز حاجه تكون مميزه شويه عشان اقدر اوصل للبيانات بتاعتي. انا مثلا لو بصينا عندنا الاي دي ده ينفع والايميل ينفع، لان دول هم اللي ما بيتكرروش، ما بيحصلش دوبليكيشن. خلينا نبحث بالاي دي، ماشي، عايز ان هو الاشهر دايما في البحث. وليكن هقول له انبوت، هاخد من اليوزر انبوت بحيث يدخل القيمه اللي هو عايزها، فهقول له انتر. تمام؟ The ID of the employee you want to search for. والكود خلاص، هو دخل رقم الاي دي بتاع الموظف اللي انت عايز تبحث عنه. فالمفترض انا هاخد منه الاي دي اللي هو عايز يسيرش عليه دلوقتي. تمام؟ اول عمليه عايز اخدها ازاي سيرش جوه الفايل. عشان اسيرش جوه الفايل طبعا هضطر اعمل لوب على تاج تاج. انا عندي اثنين موظفين، بس انا ما اعرفش، يمكن الفايل بعد كده يبقى مليان 5 10 20، فانا اقعد ماشي واحد وادور ادور لغايه ما الاقي الايه اللي انا عايزه. مفهوم الفكره؟ وبالتالي انا جاي عامل لوب، فهقول له فور امبلوي واحد، يعني امبلوي بس مش امبلويز، ام الامبلويز بقى التاج الرئيسي ده، الفايل الرئيسي اهو خلاص الامبلويز. يا ريت تاخد بالكم من امبلوي وامبلويز عشان ما تلخبطوش، انا هحاول اصغر ده عشان تبقى مميزه شويه. فاقول له ايه؟ ام بان امبلويز. تمام؟ طب خلاص الامبلويز كده جابها لي كلها. اقول له لا، ما انا عايز اقول له فايند، عندي فايند وعندي فايند تكست وعندي اتريت فايند. انا هستخدم فايند اول، يعني هدور في الكل. خلاص هفايند في الايه؟ في الكل. طب هتفايند في الكل، طبعا انا ممكن الفايل بتاعي هقول لكم هنا اكتب ايه، لكن انا ممكن في الفايل بتاعي يبقى الامبلويز ده مثلا، يبقى فيه هنا امبلوي خلاص، ممكن يكون في تاج تاني، يعني مثلا ممكن يكون في تاج اسمه مثلا جوبس مثلا كده، وليكن يعني. يعني مش القصه كلها مش طبعا انا عارف ان انا باني على اساس ان الامبلوي امبلوي، لكن وارد يكون في تاج تاني يعني جوه الامبلويز، فلازم اقول له هسيرش جوه ايه عشان يجمع لي. فانا عايز اقول له عايز اسيرش جوه الامبلوي تاج، الامبلوي تاج ده. وبالتالي هو خلاص هو جوه الامبلويز، انا جوه الامبلويز قلت له فايند اول امبلوي، يعني عايز ادور جوه كل التاج اللي اسمه امبلوي، كل التاجات اللي اسمها ايه؟ امبلوي. يبقى كده هجيب لي التاج الاول والثاني اللي هم الاثنين امبلوي اللي عندي. يبقى اول مره الايم ده هيبقى اول امبلوي عندي، ثاني مره هيبقى ثاني امبلوي عندي، وهكذا. تالي واضحه ولا ايه؟ ولا محتاجه توضيح؟ واضحه يا دكتور، واضحه. هقوم جاي معرف اي دي تاني، بس ده الاي دي في الفايل. تمام؟ التاج اي دي. التاج اي دي ده، التاج اي دي ده اللي هو انا جبته دلوقتي من الفايل. تمام؟ هجيبه ازاي من الفايل؟ هقول له الام، الام ده دلوقتي هو التاج اللي انا فيه، الاول او الثاني او الثالث حسب اللوب. هقول له دوت فايند، عايز ادور جوه التاج كله، عايز ادور جوه التاج ايه؟ كله. هدور عليه جوه التاج، خلاص انا كده جوه التاج، انا كده دلوقتي ده جوه ده، جوه ده دلوقتي ماسك ده. هدور على ايه؟ احنا طبعا محتاجين التاج اللي اسمه ايه؟ التاج اللي اسمه اي دي، احنا هنسيرش بالاي دي. وبالتالي انا محتاج، لو كنت بسيرش بالايميل كنت هسيرش بالايميل. فانا دلوقتي عايز اقول له انا عايز اشتغل على الاي دي. تمام؟ وبالتالي انا هقول له ايه؟ انا بدور على الاي دي دوت
انا عايز التكست اللي موجود ما بين التاج، التكست اللي موجود في التاج، التكست اللي هو ايه اللي هو ما بين التاج وما بين قفلته. يعني انا مش محتاج الايه الاي دي، مش عارف ايه، لا لا انا محتاج النص ده، ده اسمه تكست، ده كده اسمه ايه تكست، ده كده اسمه ايه التكست، فاهم؟ دي البروبرتي بتاع التكست، دي كلمه دوت تكست بتجيب لك النص اللي ما بين التاج وما بين قفلته. يبقى انا كده قلت له من التاج اي دي دور على الاي دي جوه جوه الامبلي، فايند لي الاي دي تاج، لقيت، لا قال لي قلت له هات التكست بقى ما بين التاج وما بين قفلته، خلاص. فكده انا بقيت شالت الاي دي اللي جوه الملف، وبالتالي العمليه بقت عندي بالنسبه لي سهله. هعمل اف ان الاي دي اللي بيدور عليه الشخص بيساوي التاج اي دي، يبقى اوديت لقيناه. ما بتساويش، ها مش هو ده، خش على بعضه، مش هو ده، اخش على بعضه، تمام. وبالتالي جاي هنا قايل له ايه، اف ان التاج اي دي لو كان ايكوال الاي دي لليوزر بيدور عليه اللي هو الاي دي بتاع السيرش 4، في الحاله دي هعمل ايه؟ هبرنت. في الحاله دي هبرنت البيانات، يعني هطبع بقى البيانات كامله. احنا وصلنا ان احنا بنقول اف ان التاج بتاع التاج اي دي اللي هو جوه الفايل لو بيساوي الاي دي اللي بيسيرش عليه. الحاله ديت انا هبدا اقول له ايه؟ هعمل فانكشن ثانيه، هقول له فانكشن او اسميها مثلا برنت امبلي داتا مثلا، خلاص برنت امبلي داتا دي بقى فانكشن هتطبع، انا عايز اعملها جوه فانكشن. وبالتالي عشان تطبع انا محتاج بيانات الموظف كله اللي هو الامب بقى اللي هو مين؟ الاي ام بي. لان الاي ام بي هو ده اللي نقيت منه الاي دي، وهو ده اللي فيه بقيه كل حاجه، ده فيه بقيه كل الايه؟ الحاجات التانيه اللي انا عايزها. طب إلس ما ينفعش، إلس هنا ما ينفعش احط هنا إلس، إلس يبقى اقول له مش موجود، ده ما ينفعش. ليه؟ لان انا ممكن ادور على واحد ما الاقيش الاي دي بيساوي الاي دي اول تاج، فمش معنى كده ان هو مش موجود، ممكن يكون موجود في التاج الثاني، الانجليزي الثاني او الثالث او الرابع، فانا مضطر ان اللوب كله يخلص. اللوب كله يخلص عشان اتاكد ان هو يعني الموضوع انتهى او خلاص ما بقاش نافع. فانا هنا بالنسبه لي لو قلت له برنت خلاص هقول له ريتيرن ترو بالنسبه لي، لان كده انا تاكدت ان انا لقيته، تمام. بره الفور، الفور الاولى بعد ما اللوب كله يخلص معناه ان هو اللوب كله خلص وما لقاش، ما عملش ريتيرن ترو، وقف في الحاله دي بس اللي هيقول له ريتيرن ايه؟ فولس. حاله نوع يدور 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 ما لقاش، مفهوم يا شباب؟ وبالتالي هو جاي بقى عامل فانكشن اسمها برنت امبلي ديت عشان اقدر اطبع.